مستفيدا من شهادته العلمية في الطب البيطري ومن خبرته في تربية الثروة الحيوانية. أطلق الشاب خالد الحلو في ريف دير الزور الشرقي مشروعه الصغير في تربية الديك الرومي من خلال دعمه من قبل مشروع تمكين الشباب المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، آملا أن يكون هذا المشروع مصدر رزق له ولعائلته. هاي النوعية من الطيور انقرضت بالأحداث اللي مرت على هالبلد، فأنا تقدمت بدراسة مشروع تربية الديك الرومي لإحدى المنظمات العاملة في محافظة دير الزور. طبعا تم قبول المشروع وتم منحي هذا المشروع، وحاليا نعمل به لإعادة اكثار هذا الطائر، كوننا نحن بحاجة مثل ما اقول الى ايجاد بدائل، لانه اليوم ان اسعار الفروج يعني مرتفعة جدا، وبالنسبة لهذا المشروع يعني يحتاج الى وقت لربما سنة او سنتين حتى ندخل في مجال المنافسة في السوق، ولكن نحتاج المزيد من الدعم وتوسيع تربية هذا الطائر في محافظة دير الزور ليحل بديل عن الأنواع الثانية طبعا من اللحوم. دراسات عدة قام بها خالد الحلو لإعادة إكثار الديك الرومي من خلال مشروعه لدعم السوق المحلية بدلا من لحم الدجاج أو الأغنام، محاولا زيادة أعداد الديك الرومي. هذا الطائر له خصوصية، حاليا يعتبر عدو حيوي وبالأخص لحشرات اللوزيات، وأدخل مؤخرا في مجال البحوث العلمية الزراعية كعدو حيوي للقضاء على حشرة الكابنودس التي تصيب جذور اللوزيات. يمكن الاستفادة من المخلفات كسماد عضوي، يعني سماد عضوي لتسميد الخضار والفواكه والأشجار. المشكلة الوحيدة التي نعاني منها هي الظروف الجوية، أحيانا تكون سيئة التي تعاكس التربية، ولخص فترات الصيف أو فترات الحر الشديد، لأنه أنواع الصيصان مقاومتها ضعيفة. وبالنسبة للتغذية يحتاج تغذية خاصة جدا يعني وبدقة عالية أكثر من الفروج بالمراحل، وخاصة المراحل الأولى أول 15 أو 20 يوم من التفريخ تحتاج إلى رعاية دقيقة من تغذية ومياه نظيفة وأدوية ولقاحات. إعادة تربية الطيور النادرة ومنها الديك الرومي من خلال تلك المشاريع الهامة بعد نفوق أعداد كبيرة منها خلال فترة الحرب سيسهم في تحسين سبل العيش للفرد والمجتمع.